كاكتوس دو نويل. اوكي بامبر عندنا ارض ورد وكاكتوس دو نويل. بونجور. هلا البو الوانهم هي حلوه ما بدي ابدا ابدا هينا للنبته اللي جابتيها لانه مع بعرف انه في زعل بصير بس حلو البو فينا نضوي على البو اكيد ايه اكيد مهضومين للبيت بيعطوا هيك كولور هلا رح هلا حياخذهم معي يعني شو وقحه كيفك رولا سافا انت منيحة. كله تمام ماشي وانت زهر وهيك ولابقين ايه ما هيك حلو اليوم رح نحكي مثل ما قلتي كاكتوس دو نويل هلا رح بلش اقول لك الاسامي الباقيين يلي هي باللاتيني شلومبرجيرا هذا هو اسمها المعترف فيه عالميا شلومبرجيرا شلومبرج شلون هيك 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 اوكي فاذا شلومبرجيرا هذا اسمها كاكتوس دو نويل الاسم يلي بنشوفه خاصه بالمراجع الفرنسيه او كريسمس كاكتوس بنشوف كمان وبالعربي يلي هي اسمها كتير معبر عنا وهي قطع وصل هلا رح اشرح لك ليش قطع وصل لانه هي الوراق تبعونا مثل ما شايفينا هي عبارة عن هيك تتم مع بعضهم وبيصيروا بتوقف ورقة بلش ورقة تانية دغري من بعضهم بيطلعوا الوراق فهي مقطوعة موصولة مثل ما انا شايفينا اوكي حلو فهذا هو الاسم تبعونا بس عن جد غريبة وهي بتنفرد يعني خيطة يعني ايه كتير كتير هيك فريدة بشكلها وما في كتير نباتات عندها هالطريقة هيدي بالنمو مشان هيك الاسم كتير ضابط عليها ليش بنسميها كاكتوس دو نويل لانه هي من انواع الكاكتوس هي من عائلة الكاكتوس الكتير كبيرة شو هالكاكتوس ما بقى يخلص شفتي كتير في تنوع فيه وكتير في اشكال يعني احنا دايما بيخطر عبالنا شكل واحد من الكاكتوس لا عنا كتير الوان وكتير اشكال وكلياتهم بزهروا بس مش كلياتهم تقدر تحطيهم بقلب البيت ويعطوك ازهار الكاكتوس دو نويل هي واحدة من النباتات يلي بتزهر بموسم اعياد الميلاد وراس السنه لسبب بنرجع بنتذكر البوانسيتيا او يلي بنسميها الكريسماس ستار يلي هن بزهروا هالانواع من النباتات بس تيصير النهار قصير والليل طويل يعني في نباتات بتتجاوب مع طول وقصر النهار وفي نباتات بتتجاوب مع الدوره الطبيعيه تبع البرد والشتاء لازم يمرق عليها فتره برد حتى هيدا الشيء خليها تزهر هون لا لازم انه يكون الليل طويل كفايه ساعات الليل الطويله هي اللي بتخليها تزهر مشان هيك بس يبلش يقصر النهار ويطول الليل بتبلش الكاكتوس دو نويل تعطيني هالازرار يلي عم نشوفها وبتكون في كولرز لا ايه وبتكون لوقت الكريسماس بتكون خلص صارت لازم تكون ب يعني بفتحوا هون منيح بعدين اكيد بفتحوا منيح عم فرجيكي هون زهره يلي هي بلشت تفتح وهي أوكي. من اجمل الازهار يعني حتى اشكال الازهار تبولها ازهار كتير هيك حلوه ازهار ما بتشبه بقيه الازهار بتعطي شو بيقولوا طاق ورا الثاني وهي طويله بتشبه شوي الورقه تبولا ولكن على الوان كتير حلوه الوان فرحه وشكل كمان حلو كتير وهي اصولها جايه اذا كان الكاكتوس عائله الكاكتوس كلها سوا جايه من المكسيك الكريسماس كاكتوس او الكاكتوس دو نويل جايه من البرازيل فنقدر نفهم هالالوان الفرحه وقتا نعرف انه الاصول هي غابات استوائيه رطبه بذات الوقت وفيها غنى طبيعي كثير حلو هيدا حجمها هيدا حجمها بتقدر انه تكبر كثير بعد فينا انه تكون موجوده بهالبويات اللي هلا مثل ما قلتي رح شوي هيك نفرجي وهيدي هلا كثير كثير ترند البول سيراميك حسب اذا كانت النبته كثير خضراء مثل اللي فرجيناها امبارح بيسوى انه يكون البو ابيض يعني كثير عم بيكون الابيض مع الاخضر بيعطي كونتراست كثير حلو بينما وقتها بيكون فيها الوان حلو انه ونرجع نذكر باللون هو ذاته مثل ما عملنا هون بتقدري انك تحطي نفس اللون بتذكري فيه بيعطي شكل كتير سموز او بتقدري انه تغيري اللون وتلبقي لون
يكون عامل كونتراست مع اللون يلي هي مزهره فيه. وهذا مش بس عم بحكي عن الكاكتوس ولكن عن اكثريه انواع النباتات يلي بتزهر. مثلا هاللون الاحمر الفوشيا يلي بيعمل كونتراست قوي مع لون هيك الاخضر البيستاشي الرايق الباستيل يلي شايفينه هون. ف هيك فينا شوي كمان نعرف كيف نلبق البويات، بالاضافه ل مثل ما قلت السيراميك اللي هلا كثير ترندي، وفينا نحط الالوان مثل ما انا شايفينها حد بعضها بتعطي كثير فرح بالبيت. بس اكيد بده يكون ستيل الغرفه اللي موجود فيها بيتماشى مع طبعاً. هالالوان شوي ريترو انا بلاقيها صح يلي اخترناها لليوم. طب هلا كل وحده فيهم لون، كل وحده فيهم لون. اخر وحده بتجي شوي على كوراي، مزبوط، على اصفر كوراي بتجي موشحه، يعني بتجي بالنص شوي كريمي، وعلى الاطراف لونها على زهر. هون عندي بينك، وهون هون الكوراي اكثر اللون الروز بومبو او الاحمر اكثر. اجمالا هدول هن التدرجات، بتروح من الابيض، فينا نلاقي الابيض الزهر الفاتح للباناشي بين الاثنين، تنوصل لل الالوان الاقوى يلي هي الفوشيا الغامق كثير، الاحمر الغامق. هالالوان هيدي ما بنلاقي اللون الاصفر مثلا وتدرجات اللون الاصفر. طيب بنفوت على اكثر هلا اذا كيف فينا نهتم فيها، وقد ايه بدها مي وقد ايه بدها قص وقد ايه بدها. اوكي تفضلي. اوكي، اول شيء سالتيني اذا كان هيدا هو حجمها ولا لا، بتكبر اكثر من هيك بكثير. طريقه وضعها حسب كيف قد ايه حجمها صار. فينا حتى بيبو مثل هيدا اذا كانت بعدها زغطوره، بعدها صغيره مثل ما شايفينها هون. فينا حتى بجاردينير بيبو كبير وقت يصير في عندي اكثر من نبته بنفس البو، بيعطوا شكل كثير حلو كمان بالطول. وفينا نحطها باسكت او سسبنسيون، يعني تكون هي معلقه لانه بعد شوي بس تبلش تكبر رح يبلشوا هالتراف تبعولها كلياتهم ينزلوا. وساعتها بصير في عندك مثل شلال من الزهور، هالزهور هدول يلي هي بدها تفتح ويلي عم تنزل لتحت. لازم تكون شايفتها اكيد، وهيدا افضل شكل انه تعرضيها فيه، او تكون على طاوله عاليه لحتى تفسحي مجال انه تفرجي هالاغصان تبعولها، او بدها تكون معلقه بباسكت من السقف كمان، وبتعطي شكل كثير حلو. سالتيني كيف نهتم فيها وكيف بدها مي وهيك. رولا انا بدي اهديك هيدي البلانت وبدك تهتمي فيها. هلا اذا بترجعي بتجي وبتقولي لي ما عرفت، ما بعرف شو بدي اقول لك. حاليا بتحمل منك مسؤوليه كثير كبيره وبخاف منك انا. لا ما تخافي ابدا، هو هي المشكله ما تخافي، البلانت ما فيها شيء بخوف، بس اعطيها نتفه المي مره بالاسبوع وما بدها شيء ثاني، عن جد ما بدها شيء ثاني. خفت عن جد. بخاف منك لانه حتلحقيني وتعملي لي صور هذا اختراع الواتساب، انا كثير زعجني مع الصور. طيب خلص بلا صور، قولي لي انها منيحه. لا رح اهتم لك فيها لانه رح يكون هيدا مهمه، يعني اذا بكون قدها بدنا نحمل مسؤوليه. صحيح، نتعلم نحمل مسؤولية 100%. نعم. فإذا الكاكتوس دونويل أو القطع وصل من النباتات اللي كتير سهلة إنه تهتم فيها بقلب البيت. قلنا إنه هي من جماعة الكاكتوس أو من عائلة الكاكتوس، وهل نوع من النبات معروف إنه ما بيحب المي كتير. هون ما بتختلف عن الكاكتوس، كمان شوي بتاخد مي أكتر من غيرها لأنه بتزهر عنا بالبيت. وقت اللي بتكون مزهرة بتكون بدنا نهتم انه نسقيها، يعني ما نخليها تعطش كثير. بس هي وبتلاحظ انه بتنشف ميتها قبل بوقت، يعني هي يلي بتدلك على حالها اكثر ما انه انت بدك تتذكري. عاده كل انواع الكاكتوس بدك تسقي وقتها بنسقي، خلينا نسقي منيح مثل ما بنسقي بقيه النباتات، بس بدنا نخلي التراب تقريبا ينشف قبل ما نرجع نسقي عن جديد، ما بدي خلي فيه رطوبه كثير. من جمعه لجمعه بنحكي. ايه، وبكره بالشتي بيصير من جمعتين لجمعتين، شو بدك احلى من هيك؟ عن جد شو؟ بس ما تقومي تنسي انه مرق جمعتين تقولي ما بدها كثير، لا بعد ما صار الوقت، لا على القليله مره كل جمعتين او مره كل ثلاث جمع كحد اقصى، ما بدنا نطول اكثر من هيك لحتى نسقيها. بس بتحطيها بالبو مثل ما هي بالبو؟ هلا هون عندي كاشبو، هيدا كاشبو سيراميك، لازم بلا نشيلها بنشيلها تحتسقيها كل مره، نشيلها من البو تبعها. نحن دائما بنزين بالموس، بس اكيد نحن بالبيت فينا انه كمان بدنا نشيلهم ونسقيها. عاده بالبيت ما بيكون عندك اياها، هلا رح اعطيك اياها بلا الموس. اوكي اوكي ايه. طيب بدنا نسقيها، فينا نسقيها او انه نسقي من هون. هلا هي فيها او بنحطها بجاط
او نسقطها بمي. هلا للاشخاص يلي ما بيقدروا انه يعلوها ويسقوا، لانه وقتها بدك تعلي بدك تنتبهي كثير، هيدول وراء كثير فيهم مي وممكن انه يطقوا، بيطقوا ما في مشكل، بس كل مالك بتخسري ازهار. انا ما بدي اخسر ازهار هي وتلاقي مع احلاها كلها عامله زرار. بس هي انت فيك تكبي لها مي بلا ما تدفعي لها مي. ايه بس ما تخليه يجي كثير على الوراق تبولا بقلبهم، خاصة مي بدنا نسقي نحن على التراب. إذا منا قادرين نعمل هيك وبتلاقي إنه أسهل طريقة التغطيس لحديد هون بالمي، أكيد ما نعبي لفوق لحديد هون، ساعتها فينا نغطسها تقريبا نص ساعة لحتى تكون شربت كثير منيح ونشيلها على جنب ونرجع نعيد الخبرية هيدي بعد أسبوعين أو كحد أقصى بعد ثلاث أسابيع حسب الطقس. هلا بهالأيام أسبوعين، بعد شوي وخاصة انه بدها تزهير، بعد شوي وقتها ما بتعود عم تعطي الازهار تبعولها بصير مرة كل ثلاث جماع بنسقيها، والافضل انه ساعتها نخليها تنشف كومبليتمون او بشكل كامل. هلا بما انه هي قطع وصل يعني الاوراق معلقين ببعضهم، شغلة كمان حلوة كثير وهيدي فينا نجربها، كثير سهل انه نقدر نزرعها بكل بساطة. بناخذ الاوراق، ما بناخذ أول ورقة لأنه بتكون بعدها طرية، إذا كان بنشوفها على الكاميرا، مش الورقة يلي كانت مزهرة، الورقة يلي دغري بعدها يلي بتكون منطقة. بحب هيدا، بتحبي أنت عباراتي الحمد لله، كثير نعمة مع النباتات. أخذناها هيدي الورقة يلي هي فوقانية يلي مثل ما قلت جديدة وبعدها طرية، يعني هون عم باخذ ورقة ناضجة منا ختيارة، منا من يلي تحت بالكعب وبعد فيها النضارة تبعولها، بس مثل ما هي بنحطها بالتراب. بدها تنحط بالتراب اذا كان عم نشوف ايدي، بنحطها بالتراب بس تكون مايله وتكون تقريبا 45 ديجريز او بشكل هيك، وبنغطي سنتيمتر واحد بقلب التراب. وهذا هو، هيدا خبريه فينا نعملها ببدايه الربيع وبنحصل على نبته بكل سهوله. اوكي ثانك يو سو ماتش، يعطيك العافيه. وهيك ثانك يو. أكيد أوكي بريك حتهتمي فيها؟ أكيد، لأني بقعد بخلص من لسانك. ثانك يو، بناخذ بريك من بعدها على مصباح.